تعيش معي في طبيعي. البشير يكرر من دارفور من الأسئلة في سلسلة جديدة من برنامج خطوة. ألو وي فاتي، هذه غيبة يا لالا. معليش معليش بابا، وانت على كي تحوسي عليه؟ ها في التلفزيون اسني. دير النداء تاعك سيد جمعي. الله يجمعك. في الحقيقة واسمني سكينة ونحوس على أختي جمعي. ماما رسمي ويسام سامي جرو جرو بابا في التلفزيون. خذ وقتك، رانا على المباشر في حصة كل شيء ممكن. حقاش عنده بزاف نبدا فين؟ خذ وقتك. الله علاه العياط؟ علاه؟ اجبد هكا، اجبد اجبد شويه اللي عندي. ماما بابا في التلفزيون. شوف شوف عاود جمعي عاود راني نترعد وحدي اختي. معليش خذ وقتك، نعطيك شويه ما تشرب. رانا في عائله، عائله كل شيء ممكن. رانا على المباشر على القناه الجزائريه. ايه جمعي شرفي ترتم. الله عمي قاعد عنده عرس. زيد زيد سامي زيد. هي في الحصة اللي روح لدارنا ما نقدرش. لا لا الأخ روح خويا. سيد سيد جمعي ما نروحش وعر أختي، سمحي لي ما نقدرلهاش هذه، ما نقدرلهاش خدمتكم وعر هذه من لا. روح خوتي يا روح. رانا على المباشر، نفكرك رانا على المباشر في حصة كل شيء ممكن. تفضل نطلب منيتها. الراجل ضرب لي حتى صباح وروايح ويقول لي باش نعطيري لا كليونتين. صحه يا الجمعي. على بالك ماما ويعرق بزاف وقيت يطلع له السكر. خليه يطلع له السكر، انا ثاني نطلع له السكر. لا وي دور اختي. واش من نداء؟ واش من نداء؟ نداء باش نداءك لسكينه. شكون سكينة؟ شكون سكينة؟ سكينة الاخت ديالك السيد. انا عندي اختي واسمها سكينة. انت اللي جاوبتنا، انت اللي كلمتنا، خاطرش في الحصه اللي فاتت كلمتنا الاخت ديالك سكينه، وبلا شك راهي تشوف فينا اليوم، فكلمها دير النداء ديالك. كتبت نداء؟ نعم كتبت. شيء جميل جدا انك خدت وقت باش تكتب النداء ديالك. زوج كيلو سردين كيلو فارينه. تاع الدار تاع الدار. مرتي باش من بعد مريم. اخ جمعي من فضلك بلا شك، الاخت سكينه راهي على المباشر. ندير لها نداء ديريكت هكذا، نسيين ندير نداء ديريكت. من احسن يعني كما قال لك الاخر، من القلب من القلب. واسمني الجمعي. انا راني نحوس على اختي ساكينه اللي عيطت لكم المره اللي فاتت، وبابانا واحد اللي كان يبيع الخفاف في تونس، وهذا هو اللي كنت تشوفوا فيه في التصويره. وساكينه اختي واش نقول لك، انا ريحت باباك، انا شتك ديك النهار اختي ساكينه، واش نقول لك، ارواحي باش نعطيك الحنان. ما تكسريش كاع راسك اختي ساكينه. انا ما بقيتي لي غير انت اللي راكي بقيتي. ما عندي لا اختي لا والو. وماذا بيا لو كان يعني تجي باش هكذاك نقدمك للعائله، ورانا متعطشين باش نتلاقاو بيك ونعطوك الحنان. يعمل على بابا مسكين، قلبه كبير وحنين. حنين شتي الحنان هذاك اللي عند باباك؟ دوك يولي يقسموا مع هذيك لوستو اختو. هاو كاين اختي كاين. بلا شك كاين. انا عندي مفاجاه لك السيد جمعي. أنا. الحضور الكرام، وكان نقول لك باللي سكينه الاخت ديالك راهي هنا معنا. وين؟ على بلاتو كل شيء ممكن. هنا في بلاتو. نعم الاخت سكينه. اختي سكينه راهي عندكم هنا. نعم. لا اختي سمحي لي، ما كنتش نستنى فيها خاطر انا مريض مضى سكر وما درتش الانسولين. انا خايف بالك نطيح لكم هنا ولا. الحضور الكرام، الأخ جمعي، مشاهدينا الكرام، سكينة خلات لنا رقم الهاتف تاعها هنا في الجزائر، احنا اتصلنا بها وكل شيء ممكن، فكل شيء ممكن. كلمناها وراهي هنا في البلاتو جات تشوفك اليوم. الأخت سكينة من فضلك. يا جمعي خيط. يا خويا.
صبر صبر صبر. أنا تاني توحشتك بزاف بزاف. هي قاعدة خيتي قول. أو نقول لك تشبه البابا أنت. أنت ثانية تشبهك على ماماك ما قري ما شتهش. توحشتك أنا. ماما وعلاش أنتو ما تشبهش البابا؟ علاه ماما أنت تشبهي الأرزق خوك. شوف. خيتي وخيتي 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 وخيتي. من اجمل اشياء هذه المهنه نفكركم بها انا على المباشر بلا شك. انت زاد تشبه البابا. شتي سفنجي واش يدير؟ شكون بابا انا. من اجمل اشياء في هذه الحياه ان نعاودوا، من اجمل اشياء في حصتنا، ومن اجمل اشياء في هذه المهنه نساعدوا الناس يعاودوا يتلاقاو. الاخت سكينه نطلب منك باش برك تنوضي تقعدي من هذه الجهه. شكرا جزيلا. الاخ تقعد هنا عندكم كل الوقت الان. مدى الحياه جوزوه مع بعض ان شاء الله. فنطلب منكم سؤال بلا شك انا المشاهدين. يا دوكا نبتوا هنايا في مهندو. احساسكم، ما هو احساسكم الان في هذا الحين بعد ما تلاقيتوا؟ تفضلي اختي. ليوا انت خويا الكبير تكلم انت قبل. تبان مربيه. شفتوا الخوا كيفاش يقدروا بعضهم؟ شفتوا؟ لما الانسان يعني يشوف اخته هكذا قدامه بعد هذه المده الطويله واش راح نقول؟ الاحساس تاعي راهو يعني نحس باللي يعني هذا وين زدت. عايشك عايش خويا. لمزي يا وخيتي. وانت الاخت سكينه شعورك؟ شعور خارق العاده. انا بابا مشى وخلي. طبعا لقيت خويا بعد سنين. الحمد لله كي لقيتو شفتو حبتو لحبتو سامحوني. يسلمك اختي ما كان تسامحي يا خوك وهنايا. طبعا هاد الشيء عادي جدا. احنا تاني رانا عندنا احساس نشاركوا الاحساس تاعكم. عندي سؤال اخر، ماذا بينا نعرفوا ما هو السر ما اداكم تتفارقوا في شيء؟ كي نشوفوا هذا اللقاء هذا رانا يعني نسالوا علاش تفارقتوا وما عرفتوش تلاقيتوا طول هاد السنين. تفضلي اختي. ليوا انت قبل، انت خويا الكبير. بصح قبيلات انا اللي هضرت قبلك، معليش هضري دوك انت. لا وجه انت و في الحقيقة واش نقول لك اختي، يعني سكينة بريئة في الحقيقة. سكينة بريئة ما عندها حتى ذنب. يعني كي تولي يعني الانسان يهضر الصح يعني يماها لي لفعة. باسكو دارت سحور البابا في تونس ولا يبيع السفنج تما. يا خالة بديلة ماما لفعة. مشي عليك اختي، مشي عليك. على ماما مشي عليك اختي. انت سكينة سكينة، انت ناس ملاح، انت حنونة، انت ناس ملاح اكثر من ماما تراكي. يماك اللي دارت ان كرون بروبليم. نعم بابا اسمع، شبيك تجبد في يمي؟ يماك هي اللي دارت الكرون بروبليم. من فضلكم هدوء نفكركم. وين يما دارت الكرون بروبليم سكينة؟ انا يماك دارت العقار البابا اكثر من العقار اللي دارته له يما. اسمع ستوب، سمعت؟ مش على خاطر قلت لك هاو خويا خويا، امك هي اللي عملت العقار، وامك ما تعرفش تستحفظ على بابا. يعجبكش عايش معاه فوق من قلبه وتحب نتكلموا بالصحيح؟ او انا ما نروحش نقرا غدوه. او انا نروح. وين؟ نروح نقرا. تلفي بابا. انت ثاني احترمي روحك. اي ستوب ستوب. نقول لك حاجه، انا يا يما كي كان انا بابا هنا في الجزائر، بابا كان كونطاب. ايه لو كان ماشي العقار بيان دوزي كيف يولي يبيع السفنج بعدها من كونطابل السفنج؟ عليه يما يا انا جات البوك لهنا، ما هو بابا جاي لغاديك لامينا. لا لا سمحي لي يماك سراقه، هي اللي سرقت باب 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 باب. انا نقول لك انا ماما سرقه، ما تقولش على امي سرقه. اسمعني من فضلك، ديرك تهضر ديرك. واش كاين؟ من فضلك انا يماك اللي سرقه على المباشر. يماك كنت خلعني جنب الثمانيه تاع عكار كمان والو ما كان كل شيء ممكن لي والو من المسؤوليه. عندها الحق هو ريا، قالت لي اللوسة سوسة شفها ربي الحمد لله. لا خاطرش اليوم راك تلاقيت مع اختك. من المفروض تاعي هذه من المباشر، راه ما جيتش باش تهيل. حتى انا ما جيت البرنامج على خاطر باش نشوف خويا يا اخي ولا يعمل لي هدوء. شوف شوف خوها خوها يخبي جنابك، انا اخوك انا. وهذه واش لقيتي تاع الهدوء؟ الهدوء. لا لا سمحي لي ما كان ما فضلك نوال. هيا دوك نهضروا ديالك. هذاك النهار كي هضرتوا انتوما في التلفزيون قلتوا سكينه رقيقه،
تما انا واش نكون هذه رقيقه هذه تما انا برا اختي اختي فسر له رقيقه اش معني هذا يظهر لي ما يفهم حتى شيء ما يفهم حتى شيء قادر يروح هكا انت ديجا نقول لك حاجه انت اللي تقدر روحك نقول لك حاجه مش هي خاطر الوسط نقول لك حاجه والله انت ما فيكش كاع ريحه بابا وانت زيد ما انا ما فيكش حتى طرف ريحه بابا انت فيك ريحه مرت بابا قدر انا كاع بابا الخلل اللي كان ما كان لا خلل لا والو نقول لك اليوم ما تفرش انا وياك اليوم ما تفرحش نطلب لكم نطلب منكم السماح لا نعلم مباشره مره ثانيه نفضل لكم هذا ما تعرفي غير السماح وكذا نحيتك تهضرش معايا نحيتك ديروا مشاكل خلونا انا حاصلين حنا ما كان لي اختي لي والو ما كاش من هذه تاع عمري ما شفتك انا يا شغل عمري ما شفتك لا خليني نكلمه خليني ما تحبش تسكت عليه ارجع يا الجمعيه يرجع يا ودي اسمع هذا غد وحش لو يدير لهم هكا وحش انتو حد وحشنا هكذا نعتذر اعزائي المشاهدين على هذا الخلل اللي كان خارق وخارج عن نطاقنا نتمنى انكم فهمتوا طبعا الاحساس يكون غريب كي نعاودوا نتلاقاو مع اعضاء العائله انا وهذا هو احساس غريب لا والو ما كاينش حتى احساس لا غريب لا والو هذه ما تجوش بنتي اللي لبستها بابا سيدو جدك فاشل راك فاشل ريحه بابا مريم الله يرحم هاكو شمو ريحه جدكم قلق على جدك رزقي ماشي تجبد شم هيا خلاص فيها برك ما تشميش مريم قدم لكم اختي سكينة عسلمة عسلمة اترككم مع السلامة السلام عليكم السلام عليكم عسلامة تلفت لهم المحبة ومن داكشو الحمد لله كي جيت سلامات أوه في الديبي برك دابزنا بصح ما تعي اختي راهي ريحة بابا مريم انتم من عائلتي العزيزة الحمد لله كي تلاقيت بيكم تعرفي سكينة الفرحة هي اللي تخليهم يعني يعيشوا هذه اللحظات كيف حال يتسكجوا يعني يوقفوا في بلاصتهم هكذاك سي ليموسيون من نهار اللي شافوك في ليميسيون تاع كل شيء ممكن داروا لي حالة قالوا لي ممكن ما تجيبش اختك سكينة وتعرفي ولو يبكوا يبكوا قالوا ممكن ما تجيبهاش للدار راك تبات انت برا عايشهم عايشهم يسلمك يسلمك ما تسلموش على عمتكم تلفت لهم حتى ولو الهضرة ما يفهموهاش أكيد تحسي الفرحة كيفاش راهي عايبة نقدم لك العائلة سكينة هذا الكبير نتاع الدار رزقي هذا هو المخ نتاع العائلة تشرفوا العائلة الكل تعيط له أرسطوت وهذا سامي ذرع اليمن تشرفوا وذيك الصغيرة كتكوت وسام آخر عقود محليها محليها قلت لك محلاك محلاك بنتي وهذه مرتي هذه مريم مرتك جمعي أميلة اللي بجنب هذيك الخديمة متاعكم لا لا هذيك هي مرتي كنت سمعكم بات برا ما سمعتنيش مريم بسيكولوك عجبتيها بزاف بزاف شتي الناس كيفاش وهذه بنتي سارة طبيبة نتشرفوا بها نتشرفوا نتشرفوا وجامي شفتهم في هذه الحالة أول مرة وين شفتهم هك جبت لكم كادويت إن شاء الله يعجبوكم باش هكيك تتفكروني بها شفت محليهم مش عم تحفة وهذه هذه مش هايلين بركوي وهذه مختومة باليد شو هذه جمعي خويا
اذا نحطها الوسام تلعب بيها. فخار باب فور كاع تجي تجي في شومبرة خوخة مع القاي. نحي يدك نحي يدك خدمة باليد خدمة باليد إذا ذبح ليها فاشل نحطها لك عند راسك في الشومبرة. نحاس علي شوفي فطر فطر في الخدمة كيف متح بتحوفها هذه باليد هذه مخدومة باليد هذه جبة شتي أختي شحال عندها ال ها؟ الجو جو تحيتها لأمي روبا مهبولة جبه شحال وانا نعرفك ما جبت لك شروبه كيما هذه في الحقيقه يوتيها اللون هذا يوتيها جبه باليد عطيها لساره هاكي بنتي تعيشي ماما هذه شيشه صغيرونه اللي كنتي جمعيتيها ما جبتلكش الكبيره نخاف على صحتك بارك الله فيك خيتي انا الشيش نعرفها من الله يبارك فيها مقرب مترتين هكا اي بصح هذه صغيره هذه صغيره هذه شغل تحفونه هذه شغل شويشه كيما نقولوا احنا تشكيكونه باليد مخدومه باليد صافي كل شيء مخدوم باليد ثم شويشه هذه تجي ديكور مخدومه باليد باليد بيسير مخدومه باليد ثم انت محسوب كنت معاهم كي كانوا يخدموا في الحوايج في سيدي بوسعيد هذو في تونس مانيش عارفين ولا وقتها رحت لسيدي بوسعيد انتظر ان شاء الله عجبوكم اللي كان بيان سور يعجبوني بيان سور هي ليسونسيال كي راكي حاضره معانا ونورت لنا الدار وهذا هو رزقي روح روح شوف شكون هذا ويدقدق ساره خبي لنا النحاس الروبا كلش علاه هذا بالك قادره وجع مع مرته شكون قاده؟ ها؟ شكون قاده؟ من بعد نفهمك وخيتي. ارستو. صح شفتو في التلفزيون. باباك الله راه عاجبني جايبها رجله. كيفاش كان يهضر مع هذيك كل شيء ممكن هذيك المراه هذيك زعما اختو. والله راه جايبها استعرض به. جابها. جايبها ايه جايبها. جابها. جمعي ما والله ما عرفت نهار وقلبت البيستا خلاص جات سكر تاع الشيخ يا خفافجي والله هذه اختي ساكنه مرحبا بك في دارنا دار العجوز و بعد نفهمك هي مفاجأة ما قلتوليش بدر الدين هذا اخو مريم خويا بيدرو قل لي خوك مع عرسه يعني مزوج لا يعني عمره ما تزوج لا عمره ما تزوج هي البرشا اسمه بيدرو يخي امك خذيت طليان يقبل لا يجي ما تزوجت راجل واحد ما عندناش احنا النص عندنا ريحه واحده انا عندي زوج ريحات ده اسمه بدر الدين نعيطوا له باك بيدرو باك كاش طليان يضرب العربيه بدر الدين عسلمة بدرة مرحبا مرحبا بدرة بارك فيك يبارك فيك الله ينورك هكذا باش نقويو العائلة إن شاء الله سامي سارة وسام مريم بدر الدين خوخة كامل جمعي ما تغشش ما الشيشة اللي عطيتها لك باش نهديها لبدرة وأنت المرة الجاية نجيب لك شيشة هاي مليحة لينا هي شيشة صغيرونة اللي كنتي شيشة شويشة شويشة ديك صحة كادو شباب إن شاء الله تعجبك. تعجبني شيشة مختومة باليد. برجل. شربي لاتاي. عسلامة حاجة. شكون هذه؟ هذه يما. اش بها ما جاوبتنيش؟ بعد نفهمك. شتي يما كي تشرشي لي بالخفافة. شابة تونس. أوه شبيبة تهبل. تونس كد يا منطا. يا اخي شنو حكايتكم انتوما؟ ما مشيتوش لتونس؟ نعرفوها غير في التلفزيون. يا ناري عليك. ليه خويا جمعي بصراحة مش حلو؟ عليه تاكسيست وحرم وليداتك باش يمشيو هكا عديو فاكونس في تونس. ليه متغشى عليك؟ صايب بالتيلينا وليت تتغشى على خويا. ما تحطوا حتى شي في بالكم. مادام عمتكم حذيكم ما تشيخوا في جرتي لهوني. اسمع. دوبا ما نخلط لتونس نعمل لكم ريزرفاسيون في اوتيل باسم جمعي خويا سانكي توال تونس فيها وتلا يقتلو هكاك تعديو ثلاثة شهور تاع الصيف حفايا باسم جمعي خويا تسمى انا نديكم من تونس ثلاثة شهور في اوتيل سانكي توال صافي من لحيتو بخرلو عندي سكينة انت هايلة كنت شوف انت يمي ما قداش هايلة راك تهبل ما احنا زينك اسمع ما تحط حتى شي في بالك مادام عمتك حذاك
ما عادش تلقى روحك محرومه من الحنان. جمعي اختك مطوله اش كاين؟ الو ماما اش حوالك لاباس؟ اي حتينا زدت وحشتك برشا برشا. ليه عاد ما تحيرش عليا يا اخي بحذا خويا. و اسمع انا راهو يمكن نقعد بين الجمعه وثلاثة اشهر وقعدت اكثر هاكا ما تحيرش. اي اي ماما تسلم علي. ما تسلميش عليها. سامحوني يا ماما ما تبداش تسال برشا. ثلاث شهر الجمعي ثلاث شهر واش كي ديري لي هكذا قدامها هذه واش معناتها؟ ثلاث شهر ياك تعرفي حتفرفط برك. زقت علينا يا اخي. انتم ما حبيتوا تشوفوا البنه تاع تونس؟ هاي يا سيدي نديكم تاكلوا البلادي. مرتاش بابا؟ ها؟ مرتاش خطوه ما حتى تونس نديكم حتى تونس باش تاكل البلابي او غير هنا بك نديك تاكل كاين تونسي في باب الوادي بيع البلابي تاكلوا انتم ماكم ذقتوا تونس. ندي حتى لتونس قبلتي. على ريحكم ما نجمش نعلمكم كل شيء خاطر انتم مش كيف كيف معناتها فهمت. نوريكم حاجات ساهلين. هاي سامي جرب دا بيك. جاب ربي تخلط تخمرت ورميت الطفلة. محليهم ولادك خويا محليهم يهبلوا. سكينة وقت تروحي تشوفي ماماك بلاك هي مريضة ولا لا مريضة لا باب لي لبس عليها. ما يلزمنيش نتحرك من هنا حتى نكمل نعلمهم. نحبهم كي عمتهم. راني شامبيون دافريك شبيك. شامبيون دافريك تفلع سيلة الطفلة شامبيون دافريك. هيا بنتي يا بنتي روحوا نرقدوا لهيك ما كاش العنف.